أكد محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة اهتمام الدولة حاليا بتوفير السلع التموينية والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين. وخلال افتتاح معرض السلع الغذائية المخفضة في العريش، أعلن المحافظ استمرار المعرض حتى شهر رمضان القادم لتوفير جميع احتياجات المواطنين من مختلف السلع والمواد الغذائية المتنوعة، حيث تم اختصار الوسيط بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة وتوصيل السلع إلى المستهلك مباشرة بدون وسطاء، وأن السلع تباع بتخفيضات تصل إلى 20%، وذلك للمشاركة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوي، وبالرغم من ارتفاع الأسعار عالميا. هذا المنفذ أو اللي احنا افتتحناه ده كل اللي واقف فيه تجار جملة، فاحنا اختصرنا مسافة وسيطة، كان تاجر الجملة بيبيع لتاجر التجزئة ثم تاجر التجزئة بيبيع للمواطن، احنا اختصرنا الحتة اللي في النص ديت، وتاجر الجملة هيبيع للمواطن زي ما كان بيبيع لتاجر التجزئة. فان شاء الله هنستمر، ويعني احنا معانا هنا ناس كلها محترمة، التجار اللي موجودين معانا، وان شاء الله هنستمر لغاية شهر رمضان واحنا على الوضع اللي موجودين فيه.